النهارده يا جماعه معانا سلسله البيك سايز، الاحجام الكبيره قوي. يعني لا تقول لي سيوف ولا تقول لي مطاوي ولا تقول لي، عارفين يعني ايه البيك سايز؟ يعني يلا بينا نخش على مقطع النهارده. طبعا كلنا عارفين المطاوي الصغيرة اللي عندنا دي، يعني تعتبر اكبر الصغيرين اللي عندنا. دي مطوة من شركة كات، دي طبعا جي 10 فولاذ مقبض خلفي، يعني حاجة حلوة جدا. طبعا كلنا عارفين شركة كات الخاصة بالمعدات دي، برضو قطعة صغيرة من شركة ميجا، دي شركة ميجا الصينية. طبعا هي دي شركة صينية لكنها يعني ايه الرنجات البسيطة، يعني ايه اللي هي انضف المتوسطين. طبعا عندنا الحتة الجميلة دي برضك، بص الحتة دي نسيت اسمها، الحتة ديت مش عارف اسمها، هم حاجة كده اسم الشركة اللي بتعمل القطعة دي على علبتها مكتوب. وعندنا طبعا يعني يعلو كل دول اللي هي الكرشو، اللي هي بردك نظام ستون ووش، كلها فولاذ، حتة كرشو جميلة جدا ومحترمة، اخويا وحبيب قلبي كان بعتها لي من السعودية. عندنا الحتة الباكستاني دي، ولكو ان تتخيلوا ان صادفت عند الحر اختها بالظبط تبع شركة جوكر الاسبانية. طبعا اسمها جوكر بس انا بحب ايه جوكر، لان الجوكر ده يعني قصة كبيرة معانا. المهم ده مطوة من ضمن المطاوي. وعندنا اخيرا وليس اخيرا، يعني طبعا انت عارفين المطاوي الصغيرة اللي عندي اكتر مني، يعني ده انا بس كده ايه بدعبس في الشنط بطلع، فدول اللي طلعوا في ايدي. طبعا الكرشو ودي محطوطين في العرض، لكن دول كانوا الاربع قطع دول متشالين في الشنطة، يعني مش محطوطين عندي على طاولة العرض. تمام، نبدأ في فئة الاطفال. نخش عليكم بأول حاجة، هي شركة باك. شركة باك هي شركة أمريكية، وده تصميم من ضمن تصاميم الشركة. شوف الحلاوة وشوف الجمال، شوف الوشم وشوف العظمة، شوف التحفنة. شوف تفتح كده تلاقي باك يو اس اي X74. هتقول لي ايه الاكس 74 ده؟ اقول لك ده سؤال حلو جدا، عشان انا سالته قبلك ومعرفتش اجابه فبعمل الفيديو. دي كلها من المعدن، حتى ده اللي عليه الوشم هو معدن، لكن شغل راقي وشغل عالي. شوف الوشم بقى وحلاوته، شوف بقى الشغل الامريكاني. طبعا شغل اللي هو الفريم لوك، اللي هي يبقى اللوك بتاعها في الفريم. طبعا الفتحه بتاعتها هي من هنا كده، حط صباعك بس انا كان حاول نفتحها زي ما تتفتحش، تقيله لسه، كنت بحاول افتحها زي السبايدركو، لا تقيله ما تتفتحش زي السبايدركو. طبعا فيها من ورا من هنا مشبك، ده بقى عشان تشبكها مثلا لو انت طبعا في رحله، بس رحله بسيطه يعني، دي تمشي معاك. طبعا دي الحاجات ديت الاستخدامات الخفيفه، رحله بسيطه مش عارف ايه الكلام ده، شايف تمشي معاك حاجة بنت لذينة. خلي بالك انا ممشي ايدي مش على سن، ده انا ممشي ايدي على موس. لحظة كده خلينا نشوف ورقة من الورق ده كده، يعني خلي بالك شارب جدا جدا جدا، انا ممشي ايدي على موس. لا والله، وعلى ايه متزعلوش نفسكم. خلينا نجيب حتة ورق حلوة كده ايه، شوف شوف لحظة، لا في حاجة غلط، يعني لحظة كده يمكن في خلل حصل له. يمكن الورق ساعات لما بيلف كده الورق ده، لأنه مندي عندي مشكلة أنا في الورق، فلما بيلف على وش السكينة بيقرفنا شوية. فدي حتة من شركة باك الأمريكية، حاجة فريم لوك شغل عالي. الفينش اللي قدامي ده مش مجرد رسمة،
يعني ده كده مش مجرد رسمة، الحاجات دي ليها بروزات يعني بارزة، يعني الحاجات اللي عاملة زي الصواعق دي بارزة طالعة لبره، هي انا ملمسها اقدر احس بيه، فيها الكلبش اللي من ورا ده زي ما قلنا دي حاجة اسطورية. اول قطعة معانا هي القطعة الجميلة دي، ونخش على تاني قطعة. تاني قطعة اكيد مش هنفتح دي دلوقتي. تاني قطعة معانا هي شركة جاربر، شركة جاربر الصينية. دي جاربر هي براند امريكي بس التصنيع ده صيني. دي شركة جاربر. خلينا نفتح كده ونشوف قسم الاطفال النهاردة معانا في ايه. نقول بسم الله ونفتح. شوف الجمال وشوف التصميم وشوف الروعنة. دي قطعة فنية يا جماعة، كلها عاملة زي ورق الشجر. طبعا اللي عليها ده تمويه. ليها مشبك من ورا، المشبك ده يتنقل؟ لا ما يتنقلش، المشبك ده ثابت ما تقدرش تغير مكانه. فيها مكان من هنا لو عايز تركب لها ميداليه. النظام بتاعها نظام الفريم لوك، تقدر تفتحها يمين وشمال لو اشول، يعني برضو فيها الزرار بتاعها بيبقى طالع من ناحيتين، تقدر تفتحها بكل سهولة. خلينا نجرب الموضوع بتاعها. لحظة كده. لا والله يعني هي بصراحة الحد بتاعها شارب جدا، شارب جدا ويمشي معاك، وحاجة حلوة وحاجة جميلة تنفع برضك معاك في رحلة بسيطة، في رحلة خفيفة، تفتح بيها حاجة، تعمل بيها حاجة. حاجة بصراحة انا شايفها حلوة وتحفة ومناسبة، وكلها بالكامل سكن، يعني كلها بالكامل تعتبر سكن، فهنحطها هنا جنب اخواتها. نيجي على اخر قسم معانا، القسم الفاخر من الاخر للشركة الامريكية، وهي شركة كولد ستيل. اسمها ايه دي؟ ميكرو ريكون 1 ولا ريسون 1؟ القطعة دي اسمها ميكرون ريسون 1. تانتو بوينت، يعني خلينا نفتح ونشوف ما هي هذه الصغيرة، هل هي تتحمل معنا ام لم تتحمل. هو ايه؟ هي راحت فين؟ اطلع يا بنت الناس. ده الكيس اكبر منها. ما هذا؟ ما هذا الذي أراه؟ شوف الحلاوة، شوف شركة كولد ستيل لما تتدلع وتولع، شوف شركة كولد ستيل لما تتدلع وتولع. اسمها ريكون 10 أو ريسون 10، هي أعتقد ريكون 10. أوكي ريكون، وفي 10 هنا، ودي علامة الشوتر سنايبر إيه موجودة عليها. ومن الناحية التانية دي طبعا تابعة للخط التايواني، رقم الفولاذ بتاعها ده مش رقم فولاذ يا جماعة، ده رقم جلوسي في الامتحانات، 4034 اس اس. ده شكله معدن جامد جدا. طبعا المسمار بتاعها هي من نظام الباك لوك. الباك لوك لما تدوس كده وتروح عامل بصبعك كده تفتح، لكن تقدر تفتحها يسار اذا عكست المسمار ده، لان شركة كولد ستيل عاملة لك من هنا اهو القطعة دي، شايف مسمار تقدر تفكه عشان تعكس اليد تقلبها الناحية التانية. بس انا الاحظ ان يعني مفيش فرق يا شركة كولد ستيل، مفيش فرق بين القطعة دي والقطعة دي، يعني ممكن كده استنى كده، مش محتاجين ان احنا نقلبه. فهاي الصغيرة ها ده راعي مشاكل، ها راعي مشاكل. دي طبعا تنفع معاك بقى الرحلة. وبص بص عاملين لك هنا كده عشان تعمل لها ميدالية لو عايز من هنا، ده انا ممكن اعمل لها ميدالية باركورد قد كده اهو، اعمل ميدالية قدها 3 مرات. نكاية في هذه الشركة، ما هذا الذي ارى؟ شوف شوف. لا وخلي بالك، خلينا نتفق على حاجة، انت ماسك حاجة فولاذ، ده اعتقد ده جي 10 او كاربون، بس اعتقد ده جي 10. انت ماسك حاجة ماركة، انت فاهم يعني ايه انت ماسك سكينة كولد ستيل؟ يعني لو كولد ستيل ديت انت ماسك لها سكينة قد كده، قد الراس دي بالظبط كده، اعرف ان ديت راعية مشاكل يا باشا، دي مش اي حاجة وخلاص، دي كولد ستيل،
دي شركة حربية، يعني انت عادي القطعة الصغيرة اللي معاك دي تكون بمثابة قنبلة موقوتة. ما هذا الذي أرى؟ إنها الصغيرة، إنها الصغيرة من المتميزة دائما كولد ستيل. وكده يكون خلص معانا مقطع النهاردة. هو مقطع عجبكم ولسه جداد وما اشتركتوش في القناة، ياريت تشتركوا، فعلوا جرس الإشعارات عشان يوصلوا كل جديد. إخواتي وحبايب قلب الأسرة معايا لغاية الحتة ديت، ما تنسوش اللايك الجميل والكومنت عشان نتفاعل معاه. شوفوا الشوك على خير في المقطع اللي جاي، وسلام.